اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نهاركم مبروك، نتمنى لكم الف خير وصحه وسلامه وطول عمر ان شاء الله. اخواني اهل مدينه بوعرفات، بارك الله عليكم، واهل اقليم فيكيكا ككل والمغرب الحبيب جميعا. كنحييكم من قناه طريف تيفي، وكنهديو لكم هذا النهار واحد الهديه اللي هي زوينه واضافه للبلاد عندنا، وكنتمنوا باش تكون الف خير وصحه وسلامه، وهذا المشروع ان شاء الله يكون مشروع ناجح، وان شاء الله باش كاع ابناء المنطقه يزيدوا في المشاريع ديالهم ويتنموا ويزيدوا القدام. نعم اخي تبارك الله عليك، عبد الوافي تبارك الله على السي عبد الوافي بوعصابه، هو صاحب المشروع، هو اللي متبني هذا المشروع دابا حاليا. ورحنا دابا تبارك الله في هذا الوقيته اللي هي تعطات الافتتاح ديال هاد سيارات التعليم اوبيرا ترافي. المهم مرحبا بكم في هاد اوبيرا ترافاي اللي هي غادي ندخلوا، غادي نشدوا لكم في البيرو شي حاجه. حاليا دروك شدينا لكم هاد اللقطه هذه، وغادي نزيدوا نكملوا المونتاج ونزيدوا نكملوا هاد الشيء ديالنا. تبارك الله عليكم. نعم اخي الكريم، حياك الله ورعاك. السلام عليكم. ان شاء الله كنرحبوا بالجميع مره اخرى، ووعدناكم انه غادي يكون ان شاء الله عندنا واحد الافتتاح ان شاء الله عما قريب، واللي كان هو هذا هو النهار ديالو اللي كان مكتوب فيه. نعم. كنرحبوا بالجميع مره اخرى كما قلنا، والحمد لله دازت الامور ديالنا مزيانه، ونتمنوا ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع. السلام اخواني الكرام، حياكم الله ورعاكم مع قناه طريف تيفي في هذا النهار المبارك السعيد اللي هو هذا اليوم، يوم الثلاثاء تبارك الله، هذه العشيه، هذا المساء، هذا المساء الرائع، هذا المساء الجميل، هذا المساء ان شاء الله تبارك الله اللي كتشاهدوا فيه هاد السيارات اللي هما دارهم واحد الابن من ابناء المنطقه، ابناء بوعرفه. هاد السيارات هادو كراء السيارات، وكلها نوع تبارك الله مزيان، كلها نوع جديد يعني تبارك الله، وهو راه اضافه لهاد البلاد الكريمه، لهاد البلاد المضيافه. نتمنوا لهاد بوعرفه الف خير وصحه وسلامه وطول العمر، لان اخواني الكرام دائما كان نتمنوا تكونوا بخير والف خير وصحه وسلامه. اخواني الكرام واش غادي نقول لكم، هنا كتشاهدوا هذا هو يوم الافتتاح دياله، هو كيقطعوا الشريط ديال الرمزي ديال الافتتاح. تبارك الله عليهم هاد الناس اللي جاوا حاضرين هاد الحضور تبارك الله الكريم، هاد الحضور الرائع المتميز لهاد الناس اللي جاوا يحضروا هاد الافتتاح ويقصوا هاد الشريط ديال التدشين ديال هاد السيارات، لانها كلها سيارات جميله، سيارات رائعه، وراه ورينا لكم الصور ديالها، ومازال غادي نوريوكم، لان علاش باش يعني الانسان الا باغي يجي يكري السياره من هاد البلاص غادي يجي يحاول يشاهد بالام ديال العين ديالو. وبما ان هاد كراء السياره داروهم هنا، داروهم تبارك الله، وداروا حتى اللي يعني بغى يكري السياره وما عندوش سائق، عنده السائق ديالهم، عندهم السائقين ديالهم اللي عند كيكتسبوا واحد المهاره يعني يمشيوا مع هاد الانسان لاي جهه واي وجهه بغى يتجه ليها، لان باش ماشي غير ما يكونش عنده لينفريد بيرمي او ما عندوش صحه باش يسوق او مريض او هذا، يعني يتعذر عليه كاري كراء السيارات. اخي المشاهد الكريم تابعوا معنا، بان مازال تبارك الله هاد الناس هادو هاد الحضور الكريم اللي راكم كتشوفوا دائما مع هاد الشريط راهم يقصوا فيه ويعاودوا، ودروك غادي نتمناو لكم ان شاء الله باش هاد الشريط واخا يقصوه غادي يتقص ان شاء الله بالخير والبركه وعلى البلاد والعباد. نعم اخي المشاهد الكريم، دابا راه كنقلوا لكم هاد الاخر، هاد الافتتاح اللي هو افتتاح رائع، افتتاح شيق، افتتاح جميل. المهم مازلنا معكم في هذا الشيء ديال الافتتاح، راكم كتشاهدوا بان قص الشريط الرمزي مع تبارك الله، كاين الناس اللي هما جاوا حضور يعني واحد الحضور قوي، واحد الحضور يعني مكتف، مازالين مع هذا الشريط باش يقصوه باش غادي يدخلوا ان شاء الله لهذا المكتب ديال كراء السيارات
هنا كتشهدوا الصوره ديال الاب ديالهم المرحوم ديالهم محمد بوعصاب الله يوليه برحمه الله. وحاليا ها هما قصوا الشريط وبالفعل تعطات الانطلاقه ديال هذا الشريط اللي هو كان يعني موقف. كتشاهدوا السيارات تبارك الله، هي هذه راهم موجدينها هنايا، فيها سيارات عائليه وفيها سيارات خفيفه وفيها سيارات اللي هي متوسطه الحجم. هنا اخواني كما كتشاهدوا دائما من شيه من المغاربه في اي افتتاح او اي تدشين الا وكيكون اللبن والتمر او الحليب والتمر. نعم اخي المشاهد الكريم، تابع معنا هذا اللقاء ديال هذا الافتتاح ديال هذا كراء السيارات اللي هو عند بوعصابه، والمقر ديالو جاء حدا محمد السادس، مسجد محمد السادس، شارع المقاومه قرب ستاسيون زيز، قرب محطه البنزين ديال زيز. وتابعوا معنا بان هنايا راه شاد لكم واحد الواجهه ديال المكتب اللي هو يعني خاص بهاد السيارات ديال الكراء. انتما راه كنحاولوا نكبروا لكم، لان علاش؟ باش الناس كامله تتبع هاد الاخر وتعرف الموقع. وهو تبارك الله اي مشروع من هاد المشاريع الا وهي اضافه لهاد البلاد الكريمه، البلاد المضيافه. شاهدوا تبارك الله هاد البلاصه اللي هي جا فيها تبارك الله، يعني واحد البلاصه زوينه، بلاصه مهمه، ودائما كنحاولوا نجبدوا لكم الجماليه ديال مدينه بوعرفه. شوفوا تبارك الله العلم الوطني رفراف في السماء تبارك الله. ايوا اخواني دائما تابعوا مع قناه طريف تي في ودعمونا بابوني والجرس وجيم، لان احنا دائما رهن الاشاره والخدمه ديالكم، دائما رهن الاشاره والعمل ديالكم اليومي. تابعوا معنا اخي المشاهد الكريم، هنايا راه كيشوف كتشوفوا التدشين ديال الحلويات، التدشين ديال هذا، لان علاش؟ راه كل شيء موفر، كل شيء موجود لهاد الناس اللي حضروا الافتتاح باش كي يعني ياكلوا هذا الشيء ديال الحلوى وهذا الشيء. درك كتشوفوا السياره تما، غادي نجيبها لكم، واحد السياره هي كتبان ليا حاليا غير الضو البر، غادي نعاود نحاول الكبره، راه هي شي كولا ولكن هي كتبان لكم في شكل سياره. انت يا وطني نحييك، انت المغرب دائما في وجداني. هذه الاغنيه من الاغاني ديالي تبارك الله، اللي هي نالت واحد الشهره تبارك الله وطنيه، ووالت نالت واحد الشهره تبارك الله لان كتعلق بملكنا المرحوم الحسن الثاني، وكتعلق بمحمد السادس، وكتعلق ببلادنا المضيافه. انتم كتشوفوا شيء من المغاربه دائما الحليب والتمر وكذلك الحلويات في جميع الاتجاهات. انت رحنا كننقلوا لكم هذا الافتتاح ديال هذا اللي هو راه هنا موجود. نعم اخي المشاهد الكريم، كنحاولوا دائما ننقلوا لكم الحادث من القلب ديالو، يعني كما كيقولوا من قلب الحادث. هذا حدث رائع، حدث جميل، حدث زوين، اللي هو البلاد ان شاء الله راها توفرت في هذه الاونه على هذا المكتب ديال كراء السيارات. وهو قال لك راه بان الثمن ثمن رمزي، وان شاء الله اللي بغى يتقدم للمكتب ديال سي بوعصابه قرب مسجد محمد السادس. نعم اخواني المشاهدين، تابعوا معنا دائما 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 قناه طريف تي في، نقول لكم الجديد في مدينه بوعرفه، والجديد في اقليم فيقيق، والجديد في المغرب الحبيب. نعم المغرب الغالي بين يديك مزدهر بالفرحه والامان. نعم المغرب دائما بين يدين السواعد والايادي اللي خدامه مزيان، كتكون بالفرحه والامان. حنا هنا في هذه الاغنيه قصدنا المغرب الغالي بين يديك، يعني لسيدنا المنصور بالله محمد السادس نصره الله واياه، والاسره العلويه الشريفه الكريمه، وكذلك الامه المغربيه جمعاء
ودائما دائما شعارنا الله الوطن الملك، فينما كنا في اي منطقه في العالم الا معروفين المغاربه بالشعار ديالهم الله الوطن الملك. كتشاهدوا راه مره كنشدوا لكم هاد السيارات اللي جابوا، وراهم هادهم وراهم كل وحده على حيده، موقفينهم هنا حاليا لان باش تعطى التدشين ديالهم والانطلاقه. انت اخوتي فين تبارك الله الناس كيدوروا، ولكن هادو غير مدعوين لهذا الحفل، مدعوين لهذا الحفل يعني حضروا له، ما يعني هاد المدعوين راه حضروا لهذا الحفل ديال الافتتاح ديال هذا المكتب ديال كراء السيارات. نعم اخي المشاهد الكريم، تابع معنا. رحنا معكم في هذا الاطار وهذا الشيء، وكنشوفوا الناس فرحانه بهذا الشيء اللي ندار، لان علاش راه يعني اي حاجه كتزاد البلاد الا وكتفرح الجميع، كتفرح الناس جميعا كامله، والحضور كامله بواحد الاتجاه وواحد السرور، واحد الابتهاج وواحد السرور. نعم اخي المشاهد الكريم، تابع معنا هذا الفيديو، هذا الشريط ديال الافتتاح اللي احنا كنقدموه لكم دابا حاليا، وكتشوفوا الناس اللي راه فيه والحضره والمدعوين الحاضرين. وهنا غادي نعاودوا نحاولوا نشدوا لكم دوك السيارات من الواجهه الاماميه ديالهم، باش كتشوفوا تبارك الله بان السيارات جميله ورائعه. اخوتي تبارك الله، يعني واش غادي نقول لكم، بحال هاد الحوايج راه مكسب البلاد، يعني باش الانسان ما يبقاش يمشي عاد للبعد ويجيب السيارات وهذا، وانما ها هما غير قدامه حاليا يعني عن قرب، اللي بغى شي سياره يتجه وها الموقع حنا شدينا لكم، وها المكتب ديال كراء السيارات كنحاولوا دائما نقربوه لكم، لان رغم انه قريب لكم وانما كنقربوه لكم. وحاليا كتشوفوا حتى الموقع فجأة، يعني واحد الموقع زوين، موقع رائع، ما كانش ضيق، ما كانش تابعوا معنا اخوتي قناه طريف تي في، دائما كتعطيكم الجديد اللي كتحصل عليه. نعم ورحنا دائما كما كنقول لكم، زيدوا معنا كبروا معنا في هذه القناه ديال طريف تي في، دعمونا بابوني والجرس وجيم، ودائما حاولوا تشجعونا، لان دائما كنعطيكم الجديد اللي هو في المنطقه والجديد اللي هو في البلاد. انت يا وطني نحييك، انت المغرب دائما، انت يا وطني نهتف بيك من عهد المرحوم الحسن الثانيه. نعم وطني كنهتف به من عهد المرحوم الحسن الثاني، لان بلادي هي بلادي، ومغربي هو مغربي، وترابي هو ترابي. حياكم الله ورعاكم، ودائما الوحده الترابيه ما نساوهاش، الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه سواء احب من احب او كره من كره، ونحن دائما جنود مجند وراء جلالة المنصور بالله محمد السادس، نصر الله وإياده، وتحيتي إليكم وشكرا جزيلا ووفقكم الله. رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي رحمة للعالمين.
وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اكتب بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم بارك لإخواننا في عملهم هذا، اللهم اصحبهم فيه السلامة والعافية، اللهم ارزقهم فيه رزقا حلالا طيبا مباركا، اللهم اجعل هذا العمل نافعا للبلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نحن جميعا قضى الله غرضنا، شفى الله مرضنا، أصلح الله حالنا ومآلنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني المعصمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يبارك فيهم وفي والدتهم، وأن يرحم أباهم ووالدينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يحشر خطأ. السلام عليكم إخواني أخواتي، حياكم الله ورعاكم في مدينة بارف الحبيبة. الآن الأخ ديالنا الفاضل اللي هو كيتواجد في هذا الموقع اللي كتشوف هنا، شارع المقاومة قرب مسجد محمد السادس، رقم الهاتف 0682-49-70-35-36-79-83. إخواني الكرام، كنحييكم وكنتمنى لكم إن شاء الله النجاح وفي هذا اللي راه ان شاء الله هذا المشروع اللي هو ديال كراء السيارات. وحاليا دابا غادي نحاولوا ننقل لكم بعض الاراء ديال السي بوعصابة اللي هو صاحب المشروع، وكنوريكم بان الافتتاح كان هنايا حاليا، وهو غادي نوريكم صور الافتتاح وغادي نرجعوا لكم حاليا في هذا الدقائق اللي هي باقيه. تحياتي وتبارك الله عليكم. السلام عليكم اخي عبد الوفي بوعصابة، حياك الله ورعاك، نتمنىك ان شاء الله الصحه والسلامه وطول العمر. الان راك مع قناه طريف تي في، المتتبعين راه كيشاهدوك، والناس بوعرفه اللي كيبغيوك وكيحبوك راه كيتابعوك، وناس اقليم في كيكا كل والمغرب الحبيب. اخي تبارك الله عليكم، كنتمنىك نجاح في هذا المشروع ديالكم اللي هو مشروع كراء السيارات، والسيارات راك جبتوها تبارك الله كلها جديده، كلها يعني مازال ما استعملتش، ودروك كنتمنى لكم النجاح. غادي تعطينا واحد الكلمه على هذا المشروع ديالك. السلام عليكم، شكرا لقناه طريف تي في. طريف تي في، الله يعطيك الله خير على المتابعه، نشكركم بزاف، ونشكروا اولا قبل كل شيء الحضور الكريم اللي شرفونا بهم، رؤساء الجماعات ورؤساء المصالح، جميع رؤساء المصالح نشكرهم جميعا، ومرحبا بالجميع. وربما كاين بعض الناس اللي ما تتفهمش الظروف انهم يجيو هذا النهار هذا، والباب ديالنا راه مفتوح للجميع ان شاء الله ابتداء من هذا النهار هذا من اليوم. والحمد لله حنا كنا وعدناكم على اساس اننا غادي نفتتحوا الشركه ديالنا اللي هي كراء السيارات عما قريب، وكان اليوم هو في المكتب. نتمنى ان شاء الله باذن الله نكونوا على حسن الظن الجميع. الحمد لله كما خبرناكم من قبل انه عندنا سيارات من نوع جديد، من نوع رائع الحمد لله، وجميع التقنيات كما نقولوا باللغه ديالنا عامره كامله. الحمد لله كاينين سيارات عائليه، سيارات خفيفه، كل يعني انواع السيارات اللي توال من الجميع ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله باذن الله نكونوا عند حصن الجميع، وراهم باثمنه يعني مناسبه. نعم. الحمد لله اثمنه مناسبه وموازيه للجميع. ونطلب الله سبحانه عز وجل اللي يوفقنا ويوفقكم كاملين ان شاء الله، ومتوفرين على سائقين قلت لنا بان بالنسبه للشركه ديالنا متوفر حتى على سائقين، اذا في حاله اذا كان شي واحد مريض ولا شي حاجه ولا، راه عندنا حتى السائقين ديالنا الحمد لله نقدروا نسافروا بهم ونسلموا فيما بغاو ان شاء الله باذن الله. مرحبا. كل شيء في ثقه وكل شيء في امان الله ان شاء الله. ومره اخرى مرحبا بكم شركه اوبيرا ترافل قرب مسجد محمد السادس، شارع المقاومه رقم 371 قرب
محطة البنزين عزيز. مرحبا بالجميع مرة أخرى، ورحنا راه الإشارة الأرقام ديالنا راه كاينين في الشاشة، وكاينين في لي سيت ديالنا أوبيراترافي. مرحبا بالجميع، السلام عليكم. شكرا، تبارك الله يعطيك خويا والله يحفظك. وكنتمناو الشباب بحال هكا كيعطيو واحد المجهود خاص لهاد المشاريع تبارك الله الكبرى، وهاد المشاريع راه إضافة للبلاد ان شاء الله. حياك الله ورعاك، وتحيات قناه طريف تي في من هذا المنبر، ولكل المشاهدين كيتبعوها تحياتي لهم. ودروك راه غادي نعاودوا لكم العنوان في هنا حاليا، قلنا الشارع المقاومه رقم 371 قرب مسجد محمد السادس. الرقم الهاتفي ديالهم 0678 62 49 70، والرقم الهاتفي الاخر 0536 79 83 16. هي اوبيرا. يلا ها هي، حنا نوريوها لكم هنا. الله يحفظكم وشكرا لك، ونتمنوك ان شاء الله النجاح والتوفيق في المسار ديالك، وحياك الله ورعاك. شكرا.